سلام، نتمنى يا ربي كلكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بغيت ندير معكم واحد شويه ديال الدواز ديال اتاي، شويه ديال صابلي. نحاول عجينة واحده نخرج منها جوج او ثلاثه ديال الشكيلات. البارح كانت هضرت معايا واحد السيده سميتها سيما فلوغ، قالت لي شحال ما حطيتي، شحال هذه ما حطيتي لنا شي شيوه. انت اختي سيما ما نسيتكش، هاني اليوم غادي نحط شيوه جديده. اللي عندي في هذا هاد الدواز د اتاي، عندي هنا 500 غرام ديال هاد الزبده، ما كانش حتى شي ماركه ولكن هاد الزبده نباتيه. عندي كاس ونص ديال عندي هاد الزبده هادي، عرفت واش كان كيبان هادشي ولا لا. 500 غرام ديال الزبده نباتيه، كاس ونص ديال الزيت، زيت نباتيه، انا كنستعمل ويلور. عندي هنايا 6 ديال البيض، البيض طاح لي فيهم واحد شويه الصفر، دابا نحيدو حيت الناس اللي كياكلوا هادشي ما كياكلوش البيض. عندي هنا كاس ونص، كنهضر على كاس ونص ديال العنبه، كاس ونص ديال السنيده ديال العنبه، يعني ما كاس ما عامرش بزاف، كاس ونص يعني على قدر الواحد يحلي على القد اللي بغا. والطحين على حسب الخليط، ومن هنا غادي نحاول اللي درت في راسي هو غادي نخرج ثلاثة ديال الشكيلات. عندي واحد بالنكهة ديال الكراميل، واحد فوالا، واحد واحد بالنكهة ديال الكراميل، واحد بالنكهة ديال الحامض، واحد بالنكهة ديال الناطا. هاد النطا هادي كتعطي واحد لوكو زوين في البسكوي. المهم كتباع عند الناس اللي مختصين كيبيعوا في هادشي ديال الحلويات. ها هما، غادي نستعمل هاد ثلاثه ديال المراشم ان شاء الله. عندي هذا ديال نحاول ندير منه كراميل، وهذا ندير به النطا، وهذا ندير به ديال الحامض. فوالا، او هنايا عندي واحد القرصه ديال الملح باش ما نطولش الفيديو، غنخلط هذا الشيء ونعاود نرجع ان شاء الله. فوالا، انا رجعت عاوتاني. كاع دوك السوائل اللي عندي، لكن نسيت الزيت ما طربتهاش، غنعاود نطرب هذا الشيء. كاع داك الزبده والسنيده والبيض، البيض وداك الشيء كامل طربته في الميكسور باش كيجيني منسجم. نعاود نطرب هذا ونرجع. تقال لي الميكسور بالزبدة، فوالا كتجي هكا كريمة، كتعيي تضربي بضراب اخر ولا بيدك ما كتجيش هكا يا منساجم كلشي. فوالا، اللي مهم في هاد ملي كتبغي باش تخرجي مثلا من عجينه وحده تخرجي منها بزاف ديال الشكيلات، غتحاولي هاد الخليط هذا، هاد الخليط هذا اللي فيه الزبده والبيض وسنيده وهذا، تقسميه وتوزني فيه النكهات، توزني كل نكهه كل تقسمي على القياس اللي بغيتي انت، جوج ثلاثه اللي قديتي عليه زعما، وكاع اللي فكرتي ديري وتقسميهم ويكونوا بحال بحال. تقسمي هاد السائل هكا باش يكون بحال بحال، يعني قد قد. ها انت معايا. المهم انا الطريقه ديالي اللي كندير في كاع في لي صابلي اللي كنبغي نخرج منهم بزاف ديال الشكل، ولكن دابا فعقلي جاني غير ثلاثه الاشكال هما اللي غنخرج. راه غادي تقسمي هاد السائل هذا، عاد ديري النكهات اللي بغيتي في هاد السائل، عاد ديري الطحين، يعني الطحين هو الاخر، حيت ملي كديري الطحين عاد كتبداي توازني في النكهات كيف ما بغاو يكونوا، ما كتجي ما كيجيوش موازنين. فوالا، هادي مازال غنحتاجها. انا قلت غنقسمها غير على ثلاثة، قلت هاد الخليط هذا غنقسمو غير على ثلاثة، غنقسمو في هاد لي بول هادو.
غنقسم هنا، خصهم يكونوا قد قد. غنقسم هنا وغندير النكهه اللي بغيت. راني قلت لكم النكهات اللي غندير ديال الناطا وديال الحامض وديال الكراميل، هادو هما اللي غنخرج من هنايا. عاد نبدا نرجع في هاد البانيو عندي القصريه ما كنحمش نعجن في القصريه، ولا كيعجبني غير لي باسين بحال هكايا. فوالا نخصهم يكونوا قد قد، شي ما يكون اكثر من شي. انا هذه هي طريقتي في الصابلي اللي كنبغي نخرج منه بزاف. فوالا بلا ما ديري عجينه والاخرى والاخرى والاخرى، يعني عجينه وحده خرجي منها بزاف، هي راه عجينه وحده، يعني داكشي اللي غادي ديري في هذا هو اللي غادي ديري في الاخر. اللهم عجني من تقل ولا عجينه تكون شويه بزايد. فوالا دايو هذا مازال غنحتاجو باش نرجع نخدم فيه حاجه اخرى، يعني ما يحتاجش نكرطو بزاف. دابا غادي ندير النكهات اللي قلنا نديرو. تا الزيت من هاد شويه الزيت اللي بقى انا ما يضيعش. ماشي تقشف، ولكن انا كيف قلت لكم شحال من مره انا ما كنحمش الضيع. هادشي اللي عطاني الله. الو واحد غادي نديرو فيه النكهه ديال الحامض، غير شويه شويه وخلطي وشوفي وتا كطيحي في داك اللي بغيتي، يعني القوام اللي بغيتي. بلا تنخلطها هي الاولى عاد ندوزو للاخرى. معلقه صغيره ما كتخلط لي والو. فوالا فوالا يمكن غنزيد شويه حيت مازال غنزيد الطحينه لوغ، خاصها تجي دايره، خاصها تجي فيها لوكو ديال الحامض. هاد المنتوجات ديال الحلويات كنشريهم من عند واحد السيد في حي الحسني. شي نهار ان شاء الله ندير شي فيديو من عنده. تبارك الله داكشي اللي كيبيع ديال الحلويات راه الغر، ما يمكنش تدخلي عنده ما تفرجيش شاريه شي حاجه، ما يمكنش. كل من هي حاجه طيح لك في بالك ديال الحلوه كاينه عنده. فوالا هذه على هذا الشكل، نخليوها هنا. دابا غادي نديرو هذه ديال هاد النكهه ديال الناطا. هاد النكهه ديال الناطا راه ما كتعطي لا لون لا والو، يعني غير كتعطي واحد لوغو ديال البسكوي. بالنسبه لي مبليين بالبسكويات بحالي بحال داك، كتعطي لوغو بحال هذاك ديال داك واحد البسكوي سميتو سبيكولوس. حتى داكشي نهار ان شاء الله نديرو معكم. فوالا هادو سالينا منهم، غادي نخلطو هاد الناطا هادي. دايوغ هي اللي غنسبق، هي اللي الاولى نخدمها ونحيدها. واحد الريحه كتعطيها عجيبه، واحد البو ديال البسكوي كتعطيه زوين. هادي الثانيه والثالثه ديال الكراميل. شربت القهوه بزاف يديا كترعد. شويه ديال الكراميل، ما الا شربت بزاف ديال القهوه في الرعده. اوف هي حتى هذا غنحطو هكا، والطحين ما كنعبرش على حسب الخليط.
داكشي اللي بقى راه مازال غيتخلط مع الاخر. الحين دابا غنسبق من هذه اللي فيها النتا، هي اللي غنسبق منها. الطريقه ديال تخلطي كلشي في الميكسور كتكون حسن في الحقيقه، والله كنت جربتها شحال هادي وعجبتني، صافي من تما كان كنخلط كلشي في الميكسور. انا نسيت نذكر واحد المساله، انا بالنسبه ليا حيت الناس اللي كياكلوا هادشي ما كياكلوش البيض، يعني درت يا ربي الصفر البيض، يعني درت غير البيض. بالنسبه اللي كياكل البيض في هذا الخليط كله كديري ستة بيضات. استغفر الله. وانا دابا غادي نبدا ندير الطحين. الحقيقه ما عرفتش، انا كندير عيني ميزاني، ما كنعبرش الطحين اصلا، ما كنعبر حتى شي حاجه انا، يعني في كل شيء عيني ميزاني. صافي نخلط زعما ونشوف واش القوام هو هذاك، مازال خصو الطحين. يعني حتى ما تبقاش تلصق في لا في يدك ولا في الباسينه، عاد عرفيها صافي طحينك فيه. مازال خصها شويه. نزيد واحد شويه. اها صاب لي كلشي، عارف بلي ما كيتعركش، غير كتجمعي كتدخلي شي فشي هكا وكتجمعي الجناد. تبارك الله كاع العيالات المغربيات راه حادقين وكيعرفوا شنو يديروا، انا غير كنزيد نوضح وصافي، كنزيد نوضح يعني طريقتي انا في الخدمه كيفاش. سبحان الله ما فيها لا خميره لا والو، يعني ما غاديش ما تخافيش منها الا خليتيها شويه شيشه تقولي تشتت في الفران ولا شي حاجه، لا راه غتبقى كيف هي الحلوه. الا بغيتيها تبقى لك في الفورمه ديالها، يعني ما دي فورما ما تشتت ما والو، ما ديريلهاش الخميره، حلوه كيف ما بغات تكون. فوالا حطينا تاع الشت. انا هذا هو القوام اللي بغيت. هيا نديرها في ميكرو، نديرها في ميكرو ندوز الاخر. كنفضل ندير هذا الميكرو في هذا. نسد عليها باش ما ت هادي اللول فين اللي غادي ندير، غندير هاد الصفرة حيت إلا درت الكحلة غادي يقدر تبقى ليا شي حاجة في البانيو ولا هدا تكسر ليا اللون. هادي ما نخلي والو، ما نخلي حتى حاجه حتى حاجه، كلشي خصو يحي. فوالا ما نخلي والو، الا كنتو غضحكوا عليا غير ضحكوا، انا ما كنلو حتى شي حاجه الصراحه. فوالا مازال خصني نزيد الطحين. صافي قد انا راه ما كنعبرش، يعني ديري عينك ميزانك، ولكن اللي كاين هو تقريبا باش تقسميها كل وحده غادي تاخذ لك
550 غرام هكاك ديال الطحين تقريبا. وها يمكن غنزيد واحد المغزى وصافي. نص شتتو ولكن سي با كاف. نزيد شويه ديال الطحين نطول عليكم. نحبس ونعاود نرجع. نحبس نخلط هادشي ونعاود نرجع. جمعت هذيك ديال الحامض دابا غنكمل هذه ديال الكراميل. فوالا استغفر الله ما كيعجبني نخدم بيدي. يلا انا ساليت هاد التخلاط ديالهم. هي صراحه ما عرفتش نخدمهم اليوم ولا حتى الغدا. المهم اللي كان نحيد عليا الخدمه الكثيره هكا تيبقى داكشي الاخر التقطاع وهذا ساهل معايا. المهم انتم معايا الوقت اللي غنكملهم انتم معايا نجمع هاد الشيء ونشوف واش غنكملهم اليوم ولا حتى الغدا. ولا ملي كملتها في التكوار على هاد الشكل هادي ديال الكراميل قلنا غنديروها بهاد المرشم هادو. ما عرفوش كتبان ولا كتبان هاد المرشم. غنديرو شويه ديال الطحين غير ثانيه ما كان دهنا ما والو حيت سميتو الاخر صابلي اللي هو بالزبده ما كيلصقش. عندي غير طاوة عاديه هذيك كنت خديتها يمكن مشي 20 درهم ولا ما عارف يعني ماشي ما بغيتش نشري هذوك ديال السيليكون حيت قالوا ما مزيانينش. نحاولوا ما امكن نقصوا شويه من الحاجه شارفه القصق ما امكن يعني ملي تسمعي شي حاجه تقولي كيقولوا عليها ما مزياناش نحيدها وصافي.
فوالا نتمنى ما نطولش عليكم، ولكن زعما غير نبغي نخدم قدامكم هكايا بالنسبه لبنيتات اللي يلاه كيتعلموا باش يشوفوا كل شيء يعني طبري طب. العيالات تبارك الله راه عارفين هادشي، عارفين هادشي وحسن. انا هاد المرشم هذا كيعجبني، ديما كندير منو، درت منو ديال الشكلاط، درت منو بزاف. كان عندي وحده اخر، كان عندي وحده اخر ما لقيت بحالو في السوق، حيت هاد المرشم هادو شهر على خو كيبداو يتبدلو، ولكن اللي بغات تمتع في المرشم هي العيالات ديال اسفي. اسفي عندهم بزاف ديال المطابع ديال الحلوه، وكل سيمانه كتلقاي مرشم جديد في السوق. يعني العيالات تبارك الله عليهم كيبدعوا، العيالات ديال اسفي تبارك الله عليهم كيبدعوا بزاف في هادشي ديال الحلويات. كاين عندهم العيالات اللي كتفكر في الشكل ديال الحلوه اللي بغات هي، كتمشي عند مول المراشم تتقول لي بغيت بحال هاد الشكل، عاوتاني مول المراشم اللي هو كيبيع هاد المراشم هادو كيكون كيتعامل مع شي حداد والحديد، راه كيدير كل سيمانه عندهم مرشم جديد. ريم اللي ما كندير ليش طحين مزيان ما كيلصق ليا في العجينه، كنضطر نعاود ليها بحال هكا. فوالا خصو يدار بين وحده بين وحده وحده، يدار في الطحين، واخا هذا زعما ديري وحده 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 راه ما غيتلاصقوش، حيت ما فيهمش الخميره اللي غتسيحهم، راه تيبقاو في بلاصتهم، ما كيديفورماوش. فوالا عجبني شكلها، ضربت لها على الجنب، في بلاصة هاد الكراميل اللي ما بغاتش دير هاد لوكود الكراميل، ممكن ديري واحد الروح د القرفة، الروح د القرفة أو القرفة براسها نيت. في هذيك التخليطه ديال العجينه ديري واحد المعلقه ديال القرفه مع الزبده هي الاولى، عاد بحال اللي درنا مع هاد الكراميل ديري واحد المعلقه ديال القرفه، عاد ديري عاد خلطي الطحين. طولت عليكم اخويا، فوالا كوني ساليت غنديروه في الفران على ما نكور الاخرين ونعاود نرجع. هادي غنكورها على هاد الشكل،
يعني على هاد الشكل باش تجيني ساهله. نبدا نهز ونطبق الاخرى، راه سيرة طيب. هادي غنكورها على هاد الشكل باش نديرها في هاد المرشم هذا. فوالا نديرها في هاد المرشم هذا هكا على هاد الشكل. شي ديال لي بيسكوي خص شويه ديال الصبر، يعني ملي واحد الا ما عندوش الصبر راه ما غايقدرش يعطي كل حاجه وقتها. فوالا هكا هكا. وهاد البليصه غنعمرها بالكونفيتور ديال الليمون. واخا غنكمل على هاد الشكل هذا باش ما نطولش عليكم، باش ما تملوش من لا فيديو، ونعاود نرجع ان شاء الله. فوالا نفس الطريقه نعاود معكم واحد الحبه هادي. فوالا على هاد الشكل. هاد المرشم هذا زوين عجبني، هادي اول مره اللي غنستعملو، يلا شريته. واخا غنكملو نعاود نرجع ان شاء الله. ديك الطريقه اللي وريتكم في الاول لهاد المرشم هذا ما عجبتنيش، الوغ فضلت نستعمل هاد الطريقه هادي اللي هي كندير العجينه هنايا ما بين هاد الميكا نقيه هكايا، ميكا ترانسبارنت كدلكيها بحق. جاتني هكايا احسن من ديك الطريقه الاولانيه اللي وريت ما عجبتنيش. فوالا هاد الطريقه احسن احسن، كتعطي لا كونتيتي كثيره. مي هذيك الطريقه الاولانيه اللي وريتكم كتجي عامره بزاف، يعني غليظه. فوالا حيت اول مره نستعمل هذا المرشم مازال ما فهمتليش. فوالا نحبس حتى نسالي التقطاع ديال هذا ونعاود نرجع. ولا من بعد ما ساليت الرشمه ديال هادي غادي نديرها في الفران باش ندوز الاخرى ديال الناطا. حقا الطريقه احسن من الاولى وسهله، يعني كتهز بسهوله، مي الاخرى جربتها جات غليظه بزاف. سني عمرات ليا نعاود هاد الميكاب زوينه. اولا ما كتستعمليش بزاف ديال الطحين في التطليق ديال الحلوه، ثانيا ما كتلصق ما حتى شي حاجه، يعني بهاد الميكا هادي كتساعد دغيا. لكن العجينه ملي تبغي تعاوديها ما تعاوديش تخدميها، يعني غير جمعيها هكا هكا. هي عمليه بزاف، يعني اللي عندها شي اللي عندها شي ميكا ديال المقررات تشط لها من وليداتها دير تخدم بها صافي. غنكمل على هاد الشكل ونعاود نرجع.
هاد اللي درنا بالنكهه ديال الناطه غنديرها بهاد المرشم هذا. كتجي دي وريدات هنا. غنكمل على هاد الشكل ونعاود نرجع باش ما نطولش عليكم. كتشد اليد شويه ولكن صبر. انا خصك ملي تبدا دير هاد لي بسكويت هادو خصك تكون عندك شويه الصبر وتنسي كلشي. يعني ما تقوليش خصني نسرى بيه بهاد الطريقه ديال الموس كيتهز بسهوله. حيت كنشوف الاغلبيه ديال العيالات حتى كيحيدوا هاد الفائض عاد كيبداو يهزوا في لي بسكوي. لا تدخلي فيها بالموس هكا غتهزيها من الوسط يعني بلا ما هما كياخذوا شويه ديال الوقت ولكن يستاهلوا. كتدخلي فيها بالموس هكا تهزيها من الوسط داك الفائض اللي كيبقى ديالها صافي طوا عمرات. فوالا كتهز بسهولة بهاد الطريقة هادي. يعني إلا جيتي تهزي وحدة بوحدة بيدك راه كدي فورما مكتبقاش مكتبقاش كيف حطيتيها كيف رشمتيها. مي بهاكايا كتبقى في الشكل ديالها. فوالا هادي دلكتها بزاف هاد الشيء. فوالا نعاود نجمع هاد العجينه نعاود نطلقها ونفس الطريقه نسيلو شويه حنا غادي حتى كتسالي العجينه اللي عندك. غير هكا ما كتعاوديش تعجنيها باش ما كتقصحش. اصلا راه خدمتها البارح وقسمتها في ميكات يعني قصحتها ليا الثلاجه ما خدمتهاش في نفس النهار. انا ديما ملي كنبغي ندير شي حاجه بحال هكا كنقسم الخدمه ديالها على يومين. نهار كنوجدها ونهار كنمونطيها وكنديرها في الفران. على عين انا نكمل هادشي ونعاود ونرجع. سمحوا لي حتى درت الكونفيتور عاد وانا نتفكر بلي راني كندير واحد لا فيديو. سمحوا لي واحد شويه ديال الكونفيتور غادي نزيد ليها. سمحوا لي حتى نتفكر واحد شويه ديال الكونفيتور خليتها حتى غلات مزيان. لا كونفيتور ديال الليمون خليتها حتى غلات مزيان وزدت لها واحد طريف ديال الشوكولاط ابيض غير باش يتقلها ليا. ما بغيتش ندير جيلاتين ولكن ما ديروش لا بيتيز اللي درت انا. ما طحنتش لا كونفيتور. فوالا جا سابلي سامبل بزاف. دا
درتو في هاد القرية هادي كيجي ساهلة، سهل من المعلقة. عمرت هادوك الحفيرات ديال البسكوي وغنخليه تينشف مزيان، وغنديرو في بواطا ونديرو في التلاجة. من احسن الحاجة اللي فيها لا كونفيتور ما تبقاش في البلاكار ولا في المهم ما تبقاش على برا، دار في التلاجة. فوالا عادي و سامبل، ولكن تيجي زوين. فوالا تقريبا صافي. فوالا هادشي لي كاين، ندوزو لاخر ان شاء الله. شي غلط واقع على اين، نعاود من الاول. الجهة اللي يمكن لك عقل مو غامرة، هادشي كيطفى بوحدو على اين. هاد الجهة هادي اللي كتكون موالية الطبسيل هي اللي كنفينيو عليها، هي اللي غندير عليها لا كونفيتور، هي اللي غندير عليها لا كونفيتور. فوالا وغندير عليها هاد الشكلاط، يعني مشكلة، هادي مشكلة مشكلة. فوالا كتجي على هاد الشكل، غنكمل وغنخليه يبرد ياخد راحتو زعما، ماشي سمحوا لي عافاكم على قبلوا على المونتاج ديالي ولا على الطريقه باش كنفيلمي هادشي اللي عطل. فوالا يعني نقصر شويه هادي، فوالا المهم غنستمر على هاد الشكل هذا. لا كونفيتور غير شويه، وملي تبغي تمونطي الحلوه من الاحسن خليها ماشي من الاحسن اوبليجي تخليها حتى تبرد مزيان عاد تبداي تمونطيها باش ما يذوب لك الشكلاط. بالنسبه للشكلاط اللي كنستعمل هكا في الحلويات، المهم كاع اللي كنستعمل في الحلويات سميتو غالا. غالا هو بالنسبه لي انا هو الزوين، يعني كيف ما بغيتي تخدميه كيخدم، ماشي بحال الماركات الاخرين مره كيصدق مره ما كيصدقش مره. المهم غالا هو اللي كنستعمل، منها رخيص منها ماركه زوينه للحلويات. غنستمر على هذا الشكل باش ما نطولش عليكم، و ملي نكمل نعاود نرجع. فوالا ها هي النتيجه ديال ملي ساليت هذا الشكل اللي عطل. نتمنى يعجبكم وتجربوا، يعني شي حاجه بسيطه خرجنا منها ثلاثه ديال الشكلات ديال الصابلي، هادشي اللي قدرنا عليه الله، ولكن صدقوني تيجي مذاق بنين. واللي عجبني فيه بزاف هو اقتصادي، يعني من والو خرجنا تقريبا خرج لي ثلاثه ديال هكايا، ثلاثه ديال هاد لي ربي اربعه ديال لي بلا بحال هكايا، يعني خير وبركة اللهم لك الحمد. ويعني ملي تدخلي للعالم الطبخ غتعلمي بزاف الحاجات اللي منهم، يعني من حاجة صغيرة غتخرجي حاجة قليلة، غتخرجي حاجة كتيرة كتيرة. خصك غير تعرفي كيفاش تتعاملي مع الحاجات، يعني هاد الحاجة بغيتها تخرج لي كدا وكدا. بلا ما نطول عليكم بزاف في الهضرة، شكرا بزاف وبصحة وراحة، نتمنى تشجعوني ونتمنى هادشي يعجبكم. بصحة وراحة.